السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم أن تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم جديد. والآن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 31/5/2023. ونبدأ: سعر حديد عز 37,000 جنيه، سعر حديد المصريين 36,500 جنيه، سعر حديد بشاي 36,700 جنيه، سعر حديد العتال 35,500 جنيه، سعر حديد عطية 35,500 جنيه، سعر حديد سرحان 35,000 جنيه، سعر حديد المراكبي 35,500 جنيه، سعر حديد الكومي 35,500 جنيه، سعر حديد المعادي 35,500 جنيه، سعر حديد العشري 35,500 جنيه، سعر حديد بيانكو 35,000 جنيه، سعر حديد مصر ستيل 35,000 جنيه، سعر حديد الجرحي 38,760 جنيه، سعر حديد الجيوشي غير متاح. مع العلم بأن هذه أسعار المصنع وتزيد من 500 إلى 600 جنيه في عند تجار الحديد. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فهو كالتالي: سعر أسمنت اليوم، سعر أسمنت المسلح 1790، سعر أسمنت النصر 1730، سعر أسمنت الممتاز 1880، سعر أسمنت التعمير 1780، سعر أسمنت المنيا 1890، سعر أسمنت المصريين 1770، سعر أسمنت الصعيد 1800، سعر أسمنت أسيوط 1800، سعر أسمنت النهضة 1820، سعر أسمنت وادي النيل 1740، سعر أسمنت المخصوص 1760، سعر أسمنت العسكري 1730، سعر أسمنت سيناء 24.5 1730، سعر أسمنت السهم 1730، أسمنت المعلم 1740، أسمنت حلوان 1820، أسمنت السويدي 1880، أسمنت الإسكندرية الماكس 1890، أسمنت العامرية عادة 1900، أسمنت تايتان 1860، أسمنت الدلتا 1850، أسمنت المصري 1840، أسمنت المهندس 1900، أسمنت السد العالي 1780 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت البورتلندي الأبيض، سعر الأسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه، سعر أسمنت سوبر سيناء 3150 جنيه، سعر أسمنت سوبر رويال 3150 جنيه، سعر أسمنت رويال العادة 3150 جنيه، سعر أسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط فهو كالتالي: سعر أسمنت الواحة 1215، سعر أسمنت العمران 888، 1170. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المقاوم فهو كالتالي: سعر أسمنت المقاوم 1830، سعر أسمنت قاهر البحار 1840، سعر أسمنت السويسي ووتر 1840، سعر أسمنت السويدي المقاوم 1940. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 31/5/2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.